ثواني بس خلصني يا ابني خلصني النش كلها مشيت اللي انت خلصني يخرب بيت دقيقة تكذهاب انت مخك فيه سايبه في البيت السؤال ثاني بس علمني السؤال ثاني خلاص انا حالف بربنا ما اقولش حاجه ثاني الله يعطيك العافيه خلاص اسكت اسكت يا ابني اسكت السلام عليكم اهلا وسهلا استاذ مسفر اهلا وسهلا حروس ازيك يا ابني قوم سلم عليه ده جاي من دائرة التعليم المشرف بتاع الطلاب الله يحييك الله يحييك استنى يا ابني كيف الطالب معك ان شاء الله والله الطلاب كلهم خلصوا الا هو مخه في البيت باقي هو الحالة؟ ايوه فإله ان شاء الله كيف وضع معك؟ كويس يعني ماشي سولفان استنى يا ابني حيخلص ان شاء الله ما شاء الله تبارك انت عامل ايه اخبارك؟ انا الحمد لله طيب خير ان شاء الله وشوف اشوف في طالب واحد عندك بس والله اللي الطلاب مشوا الا هو مخه في البيت ما شاء الله تبارك ما شاء الله الله يسلمك وياك ان شاء الله هلا هلا والله هلا اهلا اهلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا ابني يا هلا يا ابني تفضل 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 هاك ده ابني تحسين هذا ابنك؟ انا ابوه مات لكن كفيته انا خابك ما والله ده ابو ابوه مات متزوج لكن ما عندك والله ابوه قلت لك انا ابوه مات وكفيته كان صاحبي ما شاء الله واجرنا الاوضه اليوم المدام راحت تشوف شغلها واجرنا الاوضه حصلنا بنحوش فلوس عاوزين نقوي ان شاء الله فاجرناها وجينا جبته معي يا استاذ والله وين يعمل وين يعمل بص حضرتك يا عم بيقول لك ده انا اشتغلت شغلانه كتير اولها عملت في التمر ما شاء الله عملت فيها وكان الحمد لله كل يوم ننزل بضاعه جديده وتنباع كلها ما شاء الله كان اخر اليوم تتبقى لي حبه ليا ولبابا ومن بعدها ربي كرمني واشتغلت في عماره وصاحب العماره ده ربنا يوفقه وين ما كان كان يعمل لي ايه كان يخليني اشتغل عنده في العطور ما شاء الله كان من كتر حلاوه العطور الناس اللي تجينا من الشارع بتاخد كل البضاعة كان عنده محلين هو اللي ماسكها هو اللي ماسكها محلين بعدين صاحب العمارة شافني رجل فنان عمل ايه؟ عمل ايه؟ شغلني في الزعفران ما شاء الله انت عارف الزعفران عمل ايه؟ زبطني عند كل الشيوخ والجدعان والبهوان ما شاء الله الحمد لله كانوا بيدونا فلوس اللي بيزود بيخلوه بيسيبوه اشتغلت في المكسرات اقم اللهجة هتفضل اشتغلت في المكسرات ذكر يا بابا؟ لا قبل المكسرات كنت فين لما كنت بتنام برا البيت كنت في الاساس الاساس ده من كتر راحته وجماله يا الله بس انت عارف يا عمي التمور اللي في البدايه كان عاملين لي خصم عارف كام؟ كام؟ دبليو 20 28 دبليو 20 دبليو 20 والزعفران والعطور دبليو 04 ما شاء الله كان بيظبطني على اخر ما بيأثرش علي حاجه ربنا ما يحرمناش منه والاساس تعال عند ابوك تعال عند ابوك وكمل الله يحفظك لا تسكت لي والاساس يا عمو كان عامل لي كود خصم دبليو 19 من كتر جماله كنت بنام فيه يا بابا اتفضل يا بيه عايز تظبطنا في وظيفه ما تروحش عني يا بابا دي وقعت مني يعني وقعت غششوا غششوا لا استاذ مسفر الواد عنده خبرات كتير ما شاء الله ما تعرفناش مكان كده ولا كده يعني والله يا بابا حبيبي انا ان شاء الله لك عندي ان شاء الله باذن الله عندك في وظيفه وفي ان شاء الله مستقبل لك ان شاء الله في جمعيه ابطال املج ان شاء الله ناخذ ولدك معها ان شاء الله سعوديه اقدع له نعم اقدع له وباذن الله يصرفوا عليه ويوظفوه ويامنوا له مستقبله باذن الله ويامنوا له كل شيء انا شفت معكم حكايتكم قطعت يا رزي يا رزي انا اشتغلت في المكسرات يا تعسي يا بعثتي وكان اخر الليل تعرف بابا ما تدفش تعرف اخر الليل بابا كان بيعمل لنا حاجه بناخد المكسرات ونشغل الافلام وكنا ننبسط قلت له على على
التياب محله الاخير هو بيبيع فتيات بيبيع بس ما بنعرفش نلبس سعود بس اصلا هن لبسوا ملابسه وهن سعودي الله يوفقك يتكلم سعودي الله لا يوفقك الله لا يوفقك ايش بك معك وش بك معك اما بيعمل ايه سعودي الله لا يوفقك ما كنتش مرتاح لك اصلا ريحه كريم والله بص يا عم نعم اخر شغلانه انا اشتغلت فيها تعرف ايه ايه اشتغلت انا في العمشه بنوديك الطيران اخر الليل وكنت اعمل حاجات كتير بكام كنت بروح وبجيب الضمان الذهبي خلها يجينا وكنت اعمل للناس حاجه حلوه اصله نزل إيه؟ كنت بعمل بياكل فلافل كتير كده بيظبط كل الجدعان اللي بيجوني كل الخصم ده بقاله 19 كل شخص يجي لي يا عمو انا جيتك يا عمو انت يا حبيبي يا حبيبي جمعية ابطال املج ان شاء الله بتكفل بك وب 300 ريال للولد هذا باذن الله تعالى الله يجزك اذا عندك اسره 600 ريال الله يجزك خير الله يجزك خير عندك اكثر من كذا ب 900 ريال الله يجزك خير الله يجزك خير الله يجزك خير الله يجزك خير تعال يا ابني الله لا يوفقك تعال الله يعطيك هاي شباب الحركه هذه تعال لله سبحانه وتعالى عز وجل الله يعطيكم العافيه مجموعه الغربه ما قصرتوا عندك تعليق بسيط استاذ نواف عندك اي شيء مرحبا لي مليون تعال يا اورنس والله تخلونها بالنهايه انا افضل بالنهايه عشان ما اذا يناسبكم يا شباب الصوت يا شباب بالله تفضل استاذ نواف هل تبون نعطي الحين لا 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 هذه النتائج في الاخير بنعلنها انا افضل والله حتى بشكل عام صراحه عجبني القفله كذا الشخصيات فيها ابتكار انا اسمي محروس نعم انا نسناس نسناس يصفر بس طبعا ما شفناه الا يصفر ويجدد ويرمي الله يعطيكم العافيه طول بعمرك في كان في فكره انا اعتقد ما قصرتوا يعطيكم العافيه شباب اجلسوا الصوت بالله في مشكله بسيطه اول شيء الهمس في المسرح ما ينفع يا اورنس انك تهمس في المسرح انت وعبد الله الروقي والتصفير اذا كان في قصه مع طيب اذا كان في قصه مع عبد الرحمن غالب ومسفر بالرميثة هنا ما ينفع انك انت تتكلم هنا لان بيكون في تداخل اصوات احنا بتضيع الفكره ما ندري نركز وين اجمالا ما قصرتوا كان طالب يغش والوحيد اللي بقى يبغاني يغششه بس كانت اتفاق انه بدون صوت فطلع صوت الفكره وصلت ما شاء الله تبارك الله ما قصرتوا سوقتوا بشكل مباشر وغير مباشر كان في حوار في تطور عن الاسابيع الماضيه نسمع تحيه لمجموعه الغرب الله يعطيهم العافيه تفضلوا لا تنحني قلنا يا ابن الحلال الله يعطيكم الف عافيه اعطونا المجموعه الثانيه عبد الله الفريدي كحيلان